أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. رانا متواجدين في راني متواجدة في مدينة سيدي بلعباس، يعني وين كاين الأهل تاعي. رانا هنا في واحد المنطقة اسمها المقطع، لا مقطع معروفة. ديجا وريت لكم، درت لكم خطرة فلوغ من اللي جبت الأبناء تاعي. هنا رانا في يعني فايت المغرب، والناس هذا هو الوقت اللي يخرجوا فيه، علما ان يعني السخانه وكل شيء يخرجوا في هذا الوقت. دونك هنايا يعني مكان كاين الناس. انا متواجده انا والاخت تاعي، بالمناسبه اليوم عيد ميلادها، نقولها كل عام وهي بخير، ان شاء الله الصحه والعافيه، ان شاء الله ربي يوفقها ويوفق لها وليداتها ان شاء الله وينجحها ان شاء الله. ولدها تاني ابن اختي اللي ينجح في يعني شهادة التعليم المتوسط بتقدير جيد، إن شاء الله نقول لها العقوبة للبكالوريا إن شاء الله. خليكم مع بعض المناظر. يا الناس تتجول في الليل، مساء النور عزيزاتي المشاهدات، اعزائي المشاهدين. رانا اليوم او بالاحرى الليله انا نحتفلوا بعيد ميلاد الاخت نتاعي. يعني المناسبات الحمد لله راهم ما شاء الله. قلنا قلت لكم ديجا بلي ابن اختي يعني وسيلة نقل ما شاء الله.